السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، على خير بخير. هذا الكرسي هذا تنظن هو كرسي اعتراف الحقيقة ديال القصة ديال الحسن وحفصة، أو الكوبل الحسن وحفصة ياك. مدة عامين قبل الزواج قررنا أخيرا نحكيو لكم يعني الحوايج اللي ما عارفينش المهم الدار، وأكيد ما عارفينش المتتبعين. السلام عليكم متابعينا الأوفياء، نتمناكم كاملين تكونوا على خير وبخير، وتكونوا إن شاء الله بصحة جيدة وليكم ولعائلتكم ولولادكم ان شاء الله يا ربي. غادي نبداو القصه ديالنا من بعد عامين ديال الزواج، وكيفاش تتعرفنا تكون داك الحب لمده عامين بلا ما يعرفوا مارين الدار ولا ما عرفتها واحد لحد الان. هاد الساعه من الحاجه اللي تعرفوا متتبعين الاوفياء ديال مهوبه تي في هو ان الحسن وحفصة زوجوا عبر الوالدين. هاد عبر الوالدين حقا نقطه اساسيه لا رجعه فيها، باش ما نكونوش دابين اولا يعني نديرو غير من وحي الخيالات القصه ديالنا. نبداو على بركه الله، نبداو سي الحسن ان شاء الله يا ربي. نقولو بسم الله. اكيد هاد القصه اللي غادي نعاود حفصه يعني غادي تكمل معايا القصه، وعارفه هي كاع الاحداث ديال هادشي هذا. واحد النهار الخوت يعني من الايام اللي كنعيشوها، عارف حفصه هنا ملي كانت صغيره كانت امي فاطمه كتجي عندنا الدار. راكم عارفين بحكم الوالد ميت ديال حفصه يعني مسكينه نطات خدمتها هي على بنتها وتقاتل مع الزمان، وراكم عارفين الاموات ما تيقدروش يدوزوا ولادهم بتاتا، واخا يخدموا في الجرادي واخا في اي حاجه. هاد الام فاطمه ما بقاتش فين دير بنتها. واحد النهار خدمات مع الوالد وقال لها ودي الا بقيتي كتخدمي مع با الحجوي راه راجل مزيان، هذا واحد المره الله يعمرها هذا اذا ما قدرتي وتمشي تخلي عنده حفصه راه ما غايقول والو. جات سبحان الله غادي واحد النهار عند ولد قالت له عندي واحد البنت صغيره ما تلقاش فين ندير. قالت ماشي مشكله الله يودي، قال امك حديمه راه راه الله يعمرها دار وهادي صافي يعني. والناس شجعوها وداك الشيء. جات واحد النهار ام فاطمه وتعرفات على الوالده، وراكم عارفه الوالده حتى هي درويشه وكيعجبوها الدروشه شي قبال من اليوتيوب المتتبعين قبل من كل شيء. قبال بزاف شي 7 سنين قبل اليوتيوب. شي 7 سنين انا اصلا ديك الساعه ما كنتش في الدار، كنت انا في واحد الخدمه اللي غتعرفوا حتى الخدمه ديالي فاش خدام وتعرفوا عليا بزاف ديال الحوايج. و جيت انا واحد النهار صافي انا كيما كنعرف يعني الناس يكونوا هنا في الدار، الوالده محبه للضياف كتبغي ترحب وداك الشيء. سولتها كالعاده شكون هاد البنت الصغيره اللي قالت لي حسن هذه راه واحد المراه خدامه مع باك وعندها مسكينه هاد البنت يتيمه من باك وداك الشيء اللي نموت علينا يعني كلنا غادي نموت. الله يرحم الوالد ديال حفصه فاطمة اللي جبناه دار دار البقاء هي هذيك. لا صافي ماشي مشكل هذا مزيان هكايا. بقات حفصه كتكبر اليوم دابا غدا خدامنا واحد الانسان واحد فنيكيشه صغيره كتمشي كتقرا في الثالثة ولا في الجوجة تنظن. كنجي انا للخدمة على 3 شهور بعض المرات شهرين على حسب وقت ما تلقاتني انا وقتين. بعض المرات الكونجي نقدر نمشي ندوزو غير مع شي صحابي، تنشد لي روبو ديالي ندوزو غير مع صحابي. المهم كنجي للدار مرة مرة حفصة ما كنتش يعني كنشوفها بزاف. كنجي هذيك حفصة الصغيرة بخير بخير هانية هانية. حفصة واخا تتكبر اليوم نهار على نهار يعني توصلت لواحد البلاصة تقريبا نقول لكم واش 14 سنة ونص ولا شي. كنشوف واحد الانسان صلى الله عليه بحال اللي تالت الانتباه ديالي. كنشوف ديما ديك الانسان المزنه ديك التيكيسه سبحان الله فيها واحد الحنان وعندها واحد الشخصيه مريحه. وكنبقى نشوف تنقول شوف سبحان الله العظيم يعني تنبقى نردد هذه الفكره براسي تنقول نهار اللي غنتزوج ما نقراش يعني هاد البنت كون كبرات ونديها. ديما ديك الامنيه كانت عندي في الخاطر ديالي يعني ما كانتش عندي ديك الجرأه باش نجي ونقول لحفصه يا حفصه يا حفصه هذا الاصل عسير لا ما كاينش السوق اشد ديالي ما كاينش بديك العالم كاع يا حفصه ان امنيتي يا ان اتزوجك شي يوم من الايام تحققت الحلم ديالي. تحققت الامنيه اللي كنت كنحلم بها وصافي بقات هكاك. حفصه يعني في نيكيشه صغيره ما كايناش في هذا العالم. الحسن كيتمنى ولكن كان يعني عندي صافي كنقول ما نعرف خلي البنت وهذا. سجلت واحد المرحله حفصه بغات يعني غادي جاو يخطبوا فيها شي ناس وبقى فيا الحال سبحان الله العظيم. قلت ها كاين قلت شوف المكتب ماشي مشكل خلي كل واحد وشنو كتب له صافي. يعني كنت سمعت غادي يديروا شي خطوبه جاو دوك الناس خطبوا فيها جاو خطبوا في الوالد يعني وتفاهموا وهضروا معاهم. واحد الفتره مور ديك الخطوبه وداك الشيء يعني حفصه كنسمع باللي رفضات. شنو هو سبب الرفض ديالك حفصه؟ صراحه متتبعين كما قال لكم الحسن هذيك الساعه يعني ما كنتش في ذاك العالم نهائيا. يعني كان عندي واحد العقليه ديال ما عارفه شنو هو الزواج شنو هي المسؤوليه ديال الزواج علاش مبنيها الزواج نهائيا. يعني غير غدا وصافي غير كنقول ايه وصافي. صراحه متتبعين ملي تخطبت يعني بحال بديت كان نرد ذاك العقل ديالي وكان نفكر يعني ديك المسؤوليه ديال الزواج. صراحه شتك العقل باقي ما عنديش نهائيا.
وصراحه مليت عند ماما قلت لها ماما صراحه ما غاتبغيش نكمل في هذا الزواج، الحمد لله لقيتها في جنبي وتفهمات الوضع ديالي صراحه، وقالت لي صافي يا بنتي على خاطرك اللي بغيتي صراحه جمع دوك الحويجات وداك الدهبي جابوا لي دوك الناس اللي قسم الله صراحه هما كانوا ناس اللي متفاهمين وردت لهم داكشي قلت لهم صراحه ما نقدرش نعطيكم البنت، وتا هما صراحه كانوا متفاهمين والله يسهل على داك الدري والحمد لله سهل عليا ربي عليك ما قالكم نحسن كلشي بالمكاتب وصافي. كنبقاو في هاد القصه ديال كلشي بالمكاتب هما متابعين الاوفياء شجعونا اكبر عدد الامكان نعطيو الله تعالى تصونا. جاتني الخبر باللي حفصه ما غاديش تزوج، ما كنتش عليكم ديك اللي ما دانيش النعاس ولا واحد الباصيص من الامل في هاد القصه اللي بغيت هو التجربه اللي بغيت. واحد النهار بقيت نهضر انا والوالده وداك الشيء وهذا قلت لها كي داير الامور في الدنيا في الدار وهذا قالت لي راه حفصه مسكينه هي راه ما بقاتش باغا داك الزواج ولا شيء راه فضو هادي وهادي كاع علاش كاع علاش بغيت نسولك سمحي انا قاطعك كيفاش حضرت لديك الخطوبه ديالي يعني في الاول الصراحه في الاول الصراحه انا ولكن واحد اللحظه قلت صافي خليها الله يسالي تسخرتي انا وفرحت ولكن كانت في خاطري شي حاجه اقسم بالله العظيم ما تتبعيني ما كنت عليك وكانت في خاطري شي حاجه ماشي هي هذيك واحد الهضره قلت شوف خلي كل حاجه بالمكتب ديالك وسبحان الله العظيم يعني داك حسن النيه اللي كانت عندي تالي غوتات لي الويده هضرت معنا وياها كدا كيفاش ولا قالت لي راه صافي صافي ما بقاش قلت لها هذا بصح قلت لي والله ما بقى والو من داكشي وصافي كنت ديك الليله عمل من جديد ماضيه كنت واحد الخدمه انا كنت ريسبونسابل في واحد الكواله ديال الدجاج داكشي اوتوماتيك يعني خدمه سبيسياليز كنت معاهم ريسبونسابل على المده ديال 8 سنين تقريبا كنت يحتارموا دوك الناس وكنت يعني في واحد البوست رائع الصراحه ملي جيت من تما غادي نعاود لكم القصه كيفاش جيت صافي ديك الليله داو كيفاش غادي ندير وكذا واش نقول للوالده واش نقول للوالده واش هادي واش هادي بقيت داك السر كاتم في قلبي صافي يعني دازت واحد المده وكتنجي للدار كنبان مع امي الدار يعني هادشي هذا اللي عاودنا مازال ما بداش اليوتيوب غادي نخليوه مازال ما بداش اليوتيوب وصلات العرس ديال ياسين وتيتيش مازال ما بداش اليوتيوب ياسين وتيتيش بواحد السيمانه قبل جيت للدار قال لي الوالد بغيت نهضر معاك الحسن شنو مختارش هذا الهضره لاباس فين غادي الوالد باصح ديك لاباس شنو كاين قال لي اجي المهم تكون مسالي ولا نهضر معاك وصافي واخا جا قال لي عندي واحد الفكره زوونه الا كتصنطلي وكنتي مرضي راه لقيت لك بنت الناس اللي غادي تزوج آه الله الوالد واش حنا غير نتزوجوا وكذا احسن راحتي انا صغيره وخا ياسر صغير عليا وتزوج قدامك قول لي الوالد انا قدامك ماشي مشكل قال لي ودي ادي حفصه عرفتي بحال الليله سبحان الله العظيم كان عندي شي ورقه وكنت نقلب في المغرب كامل شكون اللي وصلها ليا قلب لا شي عماله ولا شي قياده ولا المهم شي حاجه باش نزيد اوروبا ولا شي حاجه غادي تجيب لي شي جائزه اللي هي كبيره وكتم داك الشيء وبقيت ساعه انا راسي وقلت لهم المهم تنفكر ونرد عليك شنو هي القضيه اللي خلاتني نقول لهم تنفكر ونرد عليك انا تعرفي لي اول مره حفصه يعني هاد الحوايج غتعرفيهم اللي غادي نقولهم شنو الحاجه اللي خلاتني نقول لويت تنفكر ونرد عليك هو انني خصني نقنع حفصه واش حقا غادي تكون قابله عليا اولا ما قابلاش عليا تنقول واحد يعني كيفاش وهذا يعني انا حصه ما بغيتهاش يعني حتى حاجه بغيتها كانسانه بغيتها على الظرفه ديالها بغيتها على الرزانه ديالها بغيتها على الشخصيه ديالها يعني كنت تنشوف فيها واحد الانسانه يعني اللي حقا غتكمل فيا بزاف ديال الحوايج صافي هي هذيك ديك العشيه بقات شي 4 ايام من العرس جا واحد النهار عند حصه انا مازال كتعقلي حصه في الصالون بالضبط كنت تيجمعوا الفراش ولا هادشي كنت معاك في الدوري ديال العرس كان حتى شي واحد كلشي ملاهي انا جاي عند حصه صافي ايه خلاص كان قال لي الوالد كان تيقش عليا يقول لك صافي يعني كيقترح عليا عمي شي حاجه كيقول لي صراحه انت بنت الدار وما كانش انت تكوني عروستي وتكوني حدايا وانت على رقبتي والله ما تخرجي من الدار وانت على رقبتي وما كرهتش تبقاي حدايا ما يديك شي واحد اخر اللي ما عرفتش يتعامل معاك مزيان واش ما يتعاملش معاك مزيان بس تجلسي حدايا ونحسبك بحال بنتي ونجمعك الوالد الله العظيم في شي تصرفات يعني اللي يعني الصراحه يعني كنت كنقول ما لقاش ما احسن منهم يعني الصراحه ما كانتش عندي الفكره نهائيا علاش هما متتبعين يعني الحمد لله ديك الدار دخلت ليها بواحد النيه اللي هي حسنه وصراحة يعني الدراري كنت كاملين كنعتبرهم عرفتي بحال خوتي يعني ما كنتش كنشوف فيهم شي نظرة اللي هي خايبة ولا ياسين ولا خويا حسن ولا ياسين كنت كنموت منو إلا ما إلا بغيت نخرج إلا ما شاورتوش راه ما نخرج على واخا نشاور كنخرج كنتلقى في الزنقة عرفتي كنبقى كل اللي كنترعى بحال شي واحد يجيني بحال ختم الدرس يعني الحمد لله تاهو باغي على برا يقدر شي الدار فين هذا شنو واش كاين هذا واش عندهم الحمد لله كانوا باغيين لي الخير كاملين وكانوا
حاسبيني بحال فاطمه الزهراء كما كيبغيو يهضروا على فاطمه الزهراء ما كيبغيوش انا ولا لا يخطيهم تحيه ليهم كبيره من هنايا واحد واحد الصراحه. غادي نكملوا حفصه ديك اللحظه اللي شديتك في الصاله. والله الصراحه متحمسه فاش قال لي ديك ها حفصه بغيت نهضر معاك في العشيه عرفتي درت فيه ما قعدتش نكتب بيه نكمل شوف حيت الصراحه الحسن كما قال لكم ما كانش كيجي ديما للدار بيني وبينو ديك السلام سلام خويا سلام اختي صافي كيمشي ما كنكملش فيه حتى الشوفه عرفتي جاتني غريبه الصراحه في العشيه قال لي راه بغيت نهضر معاك قلت له صافي واخا من تما واش سمعتي ولا صراحه يعني ما قدرتش نمشي عندو جاتني غريبه انا نمشي ونهضر معاه وكان شوف فيني جاني واحد الخوف سبحان الله ما جانيش ديك الشجاعه باش نتقدم عندو بقينا كنتواعدو موضوع هذا الشيء يعني داز العرس بقات واحد يومين كيما قلت لكم وما قدرتش نهضر معاها حتى الليله ديال العرس سبحان الله العظيم بالضبط الليله ديال العرس جينا بقينا تنمشي تيشوف شي من البعث عندي شي هذيك كدير شي هذيك حصات لي كيشا صايمه تاهي الشهر ما لا لا وحده ماشي مشكل فلات فرح براسها الناس راه صغيره ما فيها باس صافي واحد هذا كانوا تيشطحوا وبقيت كنتاش تشطحي معايا قلت لها شطحوا انا وياك شي واحد انا واحد الموسيقى انا نقول لكم انا وياك فطور وحده شنو هي لقيت اللي تبغي عاد جاية تسوي لي كان ديك الساعة هذاك الديسك ديال البولماني عاد بان وهذا كان داير بوم ديك الساعة دابا كنسمع داك الديسك عرفتيني اللي بعد هذيك انا قلت لي زوينة الصراحة حتى غادي نشوف صورة انا وياك مع تيتي شوية سين راه تنظن شفتو واحد التصويرة في العزيز ياسين ما شفتيش تما بدات القصة وتما غير بدا التعارف ولكن موين الدار كانوا كيطبسوا كيتجسوا علينا غير باش يشدوا التصحيح ولكن ما كنعطيو هما كنقتلو هما كنحيو هما كنبينو لهم حتى حاجة مشيت انا شنو شريت لك احسن صراحه مورا ديك الرويله ديال المتتبعين شي 3 ايام هكا مورا العرس واش انا كونجي ديك الساعه كونجي في داك العرس صافي جا الحسن هضر معايا قال لي شنو بان لك نجيب لك شي تليفون اللي بقاو نتواصلوا فيه انا وياك ونهضروا هو تعرفي عقليتي ونعرف عقليتك ونتقربوا تقربوا من بعضياتنا صراحه قلت له انا الحسن راه ما عمر جات شي تليفون في يدي وما عمر عرف شي تليفون ولا عرف نخدمو نهائيا قال لي لا كون هاني انا غنعلمك وغنصايب لك كلشي صافي قلت له اللي بان لك ومشى الصراحة جابني التليفون و كيدير لي الروشاج و صافي يعني وعلمني كيفاش نخدمو وبقى هكاك غير كنهضرو اليوم غدا غدا الهدف ديالي من هادشي هذا يعني كانت النية الحمد لله حسن على اساس الزواج خليت الوالدة هكاك ما رضاتش عليا حتى هاد اقسم ما جيت ديك اليومين ولا ثلاث ايام من الخدمة تيقول لها نضرا شنو كاين وهذا باش نمشيو نخطبو البنت وهذا تنقول له خليه بحالاتي الله يرحم فيك هاد زعما هي ما والو خليه ترضى لي مشكلة واحد النهار اول نهار يعني كنهضر مع واحد الصاقه في التليفون ما عمرنا الصراحه يعني تلاقينا ولا هذا ثاني تنشوفها من بعيد صافي كنرجع لها لان كما قال لكم الحسن باش نخلي مو يضل الدار كانت الانظار كامله علينا خصهم غير يصغرتو عرفتي خصهم غير يصغرتو هما كانوا خصهم غير باش يجمعونا عرفتي حنا هما كنبينا مش كنبقاو عرفتي ديما على بالنا والو يعني المده ديال عامين بقيت تنتعرف انا وحفصات نهضر في التليفون نهار واحد اللي تنعقل كنا خرجنا فيه لواحد المدينه وما قنعتها غير بالسيد سي باش خليتها خايفه هي من الدار ولا ماما ولا هادي قلت لها شوفي غير خذي هاد التجربه هادي قلت انا بالعكس حاجه زوينه عجبتني لانك ما تخرجي واخا يعني انا عارفه اني ولد الدار وداك الشيء حاجه مزيان البنت اللي تاخذ جميع الحيطه والحذاء وتكون يعني عندها شخصيه قويه وتعرف اللي غيصلح لها وتعرف اللي ما غيصلح لها صح يعني حسن حيت علاش ما بغيتش نخرج معاك حيت الصراحه يعني ماما دايره فيا واحد الثقه اللي ما بغيتش انا نخيبها فيها والدراري ياسين والدراري بالخصوص ياسين المتبعين كنت كنخاف منه ما بغيتوش يدي عليا شي نظره اللي هي ماشي هي هذيك اللي هي خايبه يعني كنت كنحترمه واحد الاحترام الصراحه والحمد لله يعني حتى هما كانوا باغيين غير مصلحتي وباغيين يربوني احسن تربيه بس تقريبا مو داك الشيء واحد 6 شهور ولا 7 شهور تنهضر مع حفصه غير في التليفون فين بخير لاباس شنو الفكره عندك على الزواج شنو الفكره عندك على الحياه هل سمحتي في القرايه ديالك هكا شي امور يعني ديال الحياه كي سمحتي شنو كديري في الدار شنو هاد راكم عارفين دوك النقاشات يعني ديال بحال الاصدقاء اصدقاء من اجل واحد الهدف الزواج ان شاء الله من بعد باش نعرف شخصيتي نعرف شخصيتها واش كيتجيك انا واش كنتعصب شنو الحوايج اللي ربما كيعجبوكش فيا نحيدو مني ان شاء الله يا ربي كذا كذا من اجل باش ننجح ديك العلاقه حيت انا فعلا يعني كنت بغيت الزواج حيت بزاف ديال الناس يقول لها صافي رحموا عليك غير هذا ديال الحوايج تنقول لهم المهم بس نحاول راه ما كنتش عارفينهم تما غاتكتشفوهم نهار ديال 6 شهور ولا 7 شهور من بعد العرس ديال ياسين يعني قررت باش نرغم حفصه تلاقى بيا فشي بلاصه اللي غادي نشوف ليها في عينيا تشوف لي في عينيا ونهضروا هكا يعني وجها لوجه. كان
اصعب امتحان هذه المره المره صافي في لا ما قداش طاري شوف الناس خفيت حتى انا مشوني فانا نشربوا شي قهوه وكذا اول قلت انا ما عنديش غادي ندير والو غير ما عرفتش تا دابا انا المشكل ما خصنيش نقول لهم وين الدار وهي ما خصهاش تقول لهم ما نطلع قالت لهم وين الدار غادي نطلع انا للدار عندنا اه هو ما مسكينه كي درت عليا تا هما قلت لها انا بطلع عند مالي الدار تحت المهم قلبت وقلت لا 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 الطاكسي وطلعت لقينا كنا في اصرك من الطريق الايفا مشينا ديك النهار عندنا واحد الناس يتصوروا مثلا دابا صراحه كاين صراحه بدنا في ايفا ولاو حمالي صراحه ونزدات قربنا من بعضياتنا الحمد لله وتعرفنا على بعضياتنا وكان صراحة علاش الحسن كيكبر لي في عيني نهار على نهار كان ديما كيسحني بواحد الحاجة كيقول لي شوفي يا حصة أنا راه ما تخافيش مني راه الحاجة اللي ما نبغيش الفاطمة نزلات أنت راه ما غنبغيها لكش يعني راه كنت حاسبك بحال أختي هو تكلم معقول ما تخافي من حتى حاجة يعني أنا خرجتك لي باش أنت تقرب منك وتقربي مني ونعرفو العقلية ديالنا يعني كل واحد عارف العقلية ديال الآخر وشوفوني شوية والحمد لله يعني الظن ديالي فيه ما خابش وطلع ولد الناس فعلا وتلاقينا ديك النهار في إفران شربنا قهيوات غدينا تمايا مشينا تصورنا حدا ديك البحيرة المهم ذكريات اليوم وهذوك التصاور مازال دابا محافظ عليهم حافظ ديك الذكريات صافي يعني واحد النهار رجعت للدار بقى عليا الوالد لا خصك تزوج لا ما خصك هادي لا خصك هادي قرب لها زير فاطمة الزهرة صيفطت مزرعة تخطبات درنا داكشي الخطوبة جا الزواج ديال فاطمة الزهرة بدينا في العالم ديال اليوتيوب سبحان الله يعني. بدينا في ديال اليوتيوب وهذا صور من هنا ندير من هنا ناضي سينو تيتيش اللي يعني عندهم واحد الدور كبير في النجاح ديال قناه هوبا تي في ناضي تيصوروا فلوغات هذا هذيك ساعتين جيت غير ضيف وتحيه للناس العائله سمير بوحه تي في هما اللي كانوا حضروا العرس ديالنا وكانوا يشجعونا هما ولد نجاح تي في يعني وكان واحد الجو غزا راكم عشوه معنا وكان ديك الساعه كان هضرنا حفصه وبيناتنا علاقه سريه علاقه احترام علاقه يعني موده وربما في واحد الجانب كبير ديال 100% من الصداقه ما كاينش داك التقارب او لا يعني ديك الهضره ديال في اللباس ديال النهار المهم ديما تنتواصل انا وياها واحد النهار صافي وجدني الوالد قال لي والو غتجاوبني هنا خويا قال لي ما غاتشاكش فاش قال لي راه تخطبات حفصه لا قال لي واحد النهار قلت لي قال لي صافي راه غادي نعطي حفصه قال لي ما بغيتيش دير عقلك هو جلس هادي وفعل هادي وترك هادي وانت يا الهبير وانت الدير شنو كاين ياك لاباس قال لي واحد الدايبه غادي يدي يعني شطبالي عشان مشكله لا حق الله مازال قلت له تسقط على حق الله فيا كانسان وتعرف الزواج شنو هو ديك الساعه نجيو وانا عارفه ما غاديش تزوج ديك الساعه انا صافي قررت وعرفت غير هما ما خطبوشهمش انا يعرفوا بديك الفتره حتى نقتنعوا ببعضياتنا مزيان باش ملي نخرجوا بالقرار بجوج بينا كونوا صافي ديك الساعه قرار رجعت عليه شنو كان قال لك ياسين ديك الساعه؟ اه والله صراحه تحيه كبيره لخويا ياسين اختي تيتي شنو كيقول ياسين ديك الساعه؟ قال لي شنو بالك حفصه يعني هما كانوا يعني شاكين فاش كيقول لها عمي لا بغيت تزوجي بالحسن قال لي ياسين شنو بالك واش بغيتي تذهبي ولا تجيجي؟ لا خويا ما عندي ما ندير بالذهبي بغيت تجيجي المهم فاطمه الزهراء راحت دارها دوزنا داكشي اللي دوزناه جينا واحد النهار نتغدا ولا نتعشاو عند خالتي من الرفيسة هما يدلو يدلو ياسين شكون هي العروسة قال لهم متتبعين الحسن غيبدا يحصل الحسن 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 يعني شجعونا حتى المتتبعين على زواجنا الحمد لله وديك الساعة كنت انا كنت دافع لواحد الكونترا الصراحة من قبل دافع لواحد الكونترا كان دافع عليه الاخ حسن تحياتي ليه مسكين فلوسه الخاصة تاني تنفكر نمشي لبرا ونخدم ونكون حياتي تمايا وهذا ولكن يعني من بعد ما صافي حسيت براسي خصني نعيش في المغرب وخصني نكون قريب للزوجه ديالي اللي غادي يعني من ارض الوطن ديالي الحبيب عوت واحد النهار حسن كنت وصلت ليه الكونتر ما عندي ما ندير به قال لي ما كان صاحبي وسير تما ويعني خد تجربه جديده وكاع معاك ما كان والو رجع بحال كنت صافي حسن غير عوت لسيدي عطيت الفلوس ديالي طب لا ما تهضر ما تناقش هادشي علاش احسن قال لي يعني ما نرغم عليك حاجه هادشي كامل يعني من اجل باش نبقى حدا مراتي ونكون حياتي في بلادي وصافي سبحان الله العظيم يعني ملي كنت نجي كنشوف الوالد انا سي حنا توا في الفلاحه وكنشوف ياسين تيصور هكا بلوكات قال لي احسن تريح معايا ياسين تصور انا وياه حسن تيكون في الخدمه علاش هما جابوني تما لعندهم غير باش حتى هما يعاونوني يعني كان عندهم واحد الدور كبير كانوا ديما تيقول صاحبي يقول لينا وكذا من بعد ما دوزنا يا سيدي ديك العراضه ديال خالتي يمنى واحد النهار الوالد طلع الصباح قال لي دابا غتقول لي اجي نهضر معاك دابا غتقول لي بغيت غادي نقول له يعني اضطريت غادي نقول له ما عنديش شي قرار اخر باش ما غاديش نقول له صح قلت له واش غنقول الوالد وكان تيتيش وكان رشيده وفاطمه الزهراء فاطمه الزهراء ديك الساعه فاطمه الزهراء غادي تعشى انا ما نعرف كلهم قالوا لهم هاد الليله غادي يجاوبنا صافي المحكمه الرئيس المحكمه شدني وسط اش نقري قلت له الوالد شنو شنو نقول واش انت بغيتي ديك البنت حسن تبتو زعما باش غادي نقول له راه انت اللي زوجتي قال لي سيدي قال لي انا قال لي الا بغيتي تكون مرضي معايا وما ننساش قال لي هادشي اللي غادي دير
قال لي يدي هاد البنت بغيتها تبقى لي في الدار. قال لي انا البنت صافي انا اللي ربيتها وانا اللي عطاها وانا اللي هذا. قال لي الا بغيتي تكون مريضه هي وبغيتي تكون انا وياك بخير اقسم بالله الا الويد زعما راه عنده واحد الخوف سبحان الله العظيم الا راه الله يطول في العمر خوت كما قلت لكم هو يشدني الوالد زيرني قال لي واو هادشي يعني باش شدني من مورا العرس ديال ياسين تقريبا دام ونقول لك شي 10 شهور مورا العرس ديال فاطمه الزهراء حتى كنصوبو شي 10 شهور فاطمه الزهراء فاتت لدارها اصاحبي قلت الوالد اش غنقول لك انا دابا اللي الوالد اللي درتيه هو هذا وكانت فاطمه الزهراء وتيتيش ورشيده هاي تصنطوا بحال هكا تيجي تقول لهم غير جاو دابا غنجيب لكم الخبر شنو غير اللي حضرتي صغرتو الله يصافي الله يسخركم صافي نتزوج انا بحفصه الله يسخر صافي تينا غادي نتزوج صافي بغيتها تي اه ما يخرجش تما غير الصغار صافي قالوا ياسين والو دابا صافي دابا قالوا غادي نعلنوا على الزواج صافي سبحان الله غادي نمسن خليني ديك النهار والطف رمضان اه رمضان الساعه صافي بدنا صافي والحمد لله يعني فرحوا لينا وكان المهم طالع معطى كبير فاز على قصه الزوجيه ديالنا كاملين الصراحه لك من فاطمه الزهراء يعني فاطمه الزهراء من اللي كانت تقول لي الصراحه ما كرهتش تكوني مرت خويا وتجلس معنا في الدار يعني قبل ما نزوج كنت متفاهمه انا وياها والصراحه الحاجه اللي كانت كنعاودها لها ولكن كانت تهضر منها هاد القصه حتى هي اه الصراحه نفس البي عندك التليفون اللي كان جاب لي الحسن يعني كنت دير عليه واحد الحراسه باش ما يشوفو حتى واحد شافو ماشي دابا التليفون الاولي هديت ليه لا 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 هو ماشي دابا الاولي هديت لا ماشي هو هذا جاب على التليفونات وما مشى واحد الله هذا واش الرابع جا التليفون الاول والثاني والثالث لانفينيكس تاع سامسونج ا 30 اه تهرست على وجهه وجبتها عاوتاني الثاني ا 20 واقيلا عاوتاني هو اللي راه ولد فاطمه الزهراء في المهم وهذا الرابع تمنى ان شاء الله يا ربي يبقى لها وكا كانت القصه ديالنا العبره يعني كان الحمد لله واحد احترام بيناتنا ودابا الحمد لله حنا مزوجين بالحلال وتمنى القصه ديالنا يعني تعجبكم وتكون يعني ما فيها حتى شي خطا الحمد لله الاساس هو النيه كما قلت لكم الخوت يعني الانسان ماشي مشكل يهضر ويتوعد ولكن يكون معقول حيت حنا في الدنيا غير كندوزو في امتحان وصافي راه ماشي يقول الانسان اضحكت على ديك البنت راه صافي راه درت واحد الانجاز لا انت راه عندك اختك وراه شي عند الله سبحانه وتعالى يعني راك راه ما عندك لا حيله مع الله تيقول واحد المات عندك ما غادير اخويا او اختي انسان يعني تكون عنده واحد النيه حسنه ويعني نبقاو على العادات اللي مخلي لنا والدينا والاسلام ديالنا انسان يقصد الباب ويقصد الدار وتي لا تيعرف شي بنت يبقى داك الشيء يعني مخلص بيناتهم ويبقى داك الاحترام حتى ان شاء الله اللي غيتزوجوا والله يسهل الخوت على الجميع ونتمنى يعني القصه ديالنا تكون يعني يكون المفاد ديالها واحد الحاجه اللي هي زوينه ويعني كاع الناس اللي كيتواعدوا في الخطوبه ولا كذا الله يسهل الجميع والحاجه اللي تنركز عليها في الخطوبه ديالنا رغم انني خطبت حفصه وداك الشيء بقى هذاك الاحترام بيناتنا حتى النهار يعني اللي درنا العقد خدام الناس وزدنا احترمنا بعضياتنا حتى النهار اللي تزوجنا عاد ديك الساعه كنا عايشين في الحلال الحمد لله عشنا واحد التجربة اللي وزونا وانا الصراحة اللي تنقول الحصان في هذا النهار هذا انا ما عمري الصراحة ندمت على زواجي بيه مازال يعني مقتنع بيه الحمد لله يعني مقتنعة بيه 100% وكنتي ديما كتبشرني بالخير وكتشوف مصلحتي هي الاولى وكتنصحني هادو هما الحوايج اللي كيخليوني نبص بعيني نزيد الحسن يكبر في عيني اكثر واكثر نهار على نهار يعني كان ديما شحال من حاجة ما كنتش كنعرفها نهائيا الحمد لله زادني افكار علمني بزاف ديال الحوايج يعني زادني افكار المهم تعلمت منه بزاف ديال الحوايج الصراحه اللي غير خطيه عليا والله الا صراحه واحد القصه دازت زوينه وكيقولوا لي قريت لي هي غزاله شكرا لحصه هادشي باش انا نقولوا تزوجوا الفقراء يغنيكم الله انا ما تزوجش حصه اولا كنت مبريباري حتى باش انا كاع نطلعوا القناه اولا نطلعوا نسبه من الشهاده بتاتا كانت الفكره قبل القناه وقبل فكره القناه وقبل كل شيء واننا نتزوجوا على سنه الله والحمد لله يعني ربي كمل عليا ودابا يعني حنا خدامين يعني هكا مع الواليد شفتها في السوشيال ميديا الحمد لله كنشاركوا معكم اليوميات ديالنا وتا هي كاع الاطراف ديال العائله من حسن ورشيده من محسن من عبد الرحيم من يعني الكل الوالد والوالده كلشي اللي ما نساو حتى شي واحد كاملين صراحة واحد بواحد كل واحد والدور ديالو تيتيش الانسان اللي كانت كتحسبني بحال اختها الصراحة كتهلا فيا ياسين واحد الانسان اللي كان حارس عليا كيبغي لي الخير حسن كان في المثابة ديال الاب ديالي حتى هو شاف شي حاجة المعلاك ما يديرش الفرق ما بيني وبينها رشيدة اللي كانت هي في المثابة ديال الام ديالي كتبغي لي المصلحة وكتنصحني لا يخطيها امي كذلك الام الحنونة لا يخطيها وعمي
اللي ديما مكبر بيا وديما كيوصي الحسن لحد الان وانا ديما مسكين هذاك النهار جاي ووصاني كاع يعني غير نوبيا قال لي تهلا غبان وسيرو وتسالا ودوز وقت زوين وهذاك شكرا لوالدي واخا والله لا يخطئ علينا الصراحه واحد واحد وتحيه كبيره لماما كذلك اللي صراحه لا يخطئ الامهات ديالنا الام شي حاجه اللي هي زوينه في الدنيا ولا لا يخطئها عليا وبوسه كبيره لما للدار واحد الوصايا اللي تبعها ونوصيكم بها قبل ما ننهيو ان شاء الله هذا الفيديو راه الزواج ما كيتبناش على اساس الطمع ولا الحب والاحترام وراحه ديال البشيره كانت راحه البال راه غتاكل وغتشرب وغتلبس وغتنعس وغتسرى كلشي غديرو اصبر الصبر هو الحاجه اللي غادي نقول لكم في الخاتمه باش ما نطولوش عليكم هي هجموا على ياسين وسيتي شي يعاودوا لكم القصه وكل واحد وشخصيته كل واحد كيفاش عاشها ولكن الاساس من هذا الشيء كامل هو النيه سيسن كانت عنده واحد النيه كبيره الحمد لله المهم كان باغي داك الهدف انه يتزوج بتيتي والهدف انه تكون تيتي مراته وصل الله ولكن حنا براسنا بزاف ديال الحوايج ياك ما خفيه كان اعظم بزاف ديال الحوايج غادي يكونوا خفيين اكيد بغينا نتصنت عليهم تجمعوا عليهم باش يعاودوا لنا القصه ديالهم والله يسخر لك انتصار اكيد من بعد ما نرجع ان شاء الله لمراكش غادي نتجهوا ان شاء الله لطنجة باش نحضروا المناسبه ديال اختي انتصار الله يسخر لك ان شاء الله نتمنوا المتابعين ديالنا كاملين يهجموا عليها ان شاء الله يا ربي ويتبعوا مع التحضيرات ديال الناس ديال الشمال شي حاجه اللي هي الطوب اكيد داكشي زوين وبغات يعني تعطي صوره العرس الشمالي واكيد غادي نحضروا معها ان شاء الله يا ربي وتا حنا نقوم بالواجب كما كتقوم حتى هي بالواجب ان شاء الله. صح شكرا على الحلقه الجميله معك كانت قصه رائعه نتمنى لك الحسن نقول له مع السلامه يلا مع السلامه.